لله درك من جيش، كم أنت كبير في عيوننا وقوي تنبض فخرا في قلوبنا، فشعارك عزم وتضحيتك فداء. أبقاكم الله أهلا للشجاعة والصمود، فأنتم من ذدتم عن الوطن وعشقتم ذرات ترابه الطهور. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، من خلال شاشة التلفزيون الأردني وعبر منصات التواصل الاجتماعي، نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج نشام الوطن. حياكم الله سيداتي سادتي، أخبار جديدة وفقرات عديدة نقدمها لكم الليلة لنبقيكم على اطلاع لأهم أحداث القوات المسلحة، ونبدأ أولاها بفقرة أخبار، ولكن بعد قليل ابقوا تكرموا. مشاهدينا الأكارم، كما اعتدنا دائما أحدث الأخبار والنشاطات المتعلقة بالقوات المسلحة الأردنية تطلعكم عليها الملازم أول خلود أزويل. شكرا لك أحمد. نعم مشاهدينا، أخبار عديدة نقدمها لكم، ولكن بعد الفاصل. أهلا بكم مشاهدينا من جديد، ونقدم إلى حضراتكم أخبار هذا الأسبوع ونستهلها بأبرز العناوين. القوات المسلحة الأردنية تنفذ إنزالا جويا عشية عيد الميلاد لمساعدة المحاصرين داخل كنيسة القديس بريفيريوس في غزة. بتوجيهات ملكية سامية، نفذت القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي إنزالا جويا إغاثيا لمساعدة المحاصرين داخل كنيسة القديس بريفيريوس الواقعة بحي الزيتون شمالي قطاع غزة، وذلك عشية عيد الميلاد المجيد. وبيّن مصدر عسكري مسؤول أن الطائرة التابعة لسلاح الجو الملكي قامت بإنزال مساعدات إنسانية ومواد غذائية لإغاثة المحاصرين بداخل الكنيسة التي تعد إحدى أقدم الكنائس على مستوى العالم، ويقدر عدد المحاصرين بالكنيسة نحو 800 مواطن غزي من الرعايا المسيحيين الموجودين داخل القطاع ويعانون من شح في الطعام ونقص حاد في مستلزمات الحياة الأساسية وسط أوضاع إنسانية صعبة. وأضاف المصدر أنه تم إنزال صناديق المساعدات بواسطة مظلات على الكنيسة التي تعد ملاذا آمنا للمسيحيين ولأطفالهم مع استمرار محاصرتها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. ويأتي هذا الإنزال الجوي الأردني السابع كرسالة تضامنية مع إخواننا المسيحيين بالقطاع في ظل الحرب الإسرائيلية والتي ألقت بظلالها على أجواء أعياد الميلاد. وكان جلالة الملك قد أكد خلال لقائه قيادات دينية مقدسية وأردنية في قصر الحسينية أن الأردن يسعى بكل الطرق لإيصال مساعدات إلى من لجأ إلى الكنيسة. وأكد المصدر بأن الأردن وتنفيذا لتوجيهات الملكية السامية سيستمر في دعم الأشقاء في غزة
وسيقف إلى جانب أبناء الشعب الفلسطيني ودعم صمودهم على أرضهم بمختلف الطرق والوسائل. إلى الخبر التالي مشاهدينا. الأمير فيصل يرعى تخريج دورتي الطيران التحويلي في سلاح الجو الملكي. رعى سمو الأمير فيصل بن الحسين في قيادة سلاح الجو الملكي حفل تخريج دورتي الطيران التحويلي 24-25 للطيران القتالي على طائرة F-16. واستمع سموه بحضور رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء ركن يوسف أحمد الحنيطي إلى إيجاز عن الدورتين اللتين استمرتا لمدة عام تدريبي بمشاركة طيارين من سلاح الجو الملكي الأردني وسلاح الجو البحريني. ولفت قائد سلاح الجو الملكي إلى التطوير المستمر وتحديث السياسة التدريبية والعملياتية لأسراب طائرة F-16 في قاعدة الشهيد الطيار موفق السلطة الجوية، بما يحقق الأهداف المطلوبة لحماية سماء المملكة وتطلعات القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. ووزع سموه الجوائز على الخريجين خلال الاحتفال الذي حضره عدد من كبار ضباط القوات المسلحة والسفير البحريني والملحق العسكري البحريني في عمان. إلى آخر الأخبار مشاهدينا وإلى المنطقة العسكرية الشرقية. المنطقة العسكرية الشرقية تحبط تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة. صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي عن إحباط تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية في عملية نفذتها المنطقة العسكرية الشرقية. وأضاف المصدر أن قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية رصدت من خلال المراقبات الأمامية محاولة مجموعة من المهربين اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية. وتم تحريك دوريات رد الفعل السريع وتطبيق قواعد الاشتباك بالرماية المباشرة عليهم، مما أدى إلى إصابة عدد منهم وفرار آخرين إلى داخل العمق السوري. وبين المصدر أنه تم العثور على 537 ألف حبة من مخدر الكبتاغون و888 كف حشيش وكميات من الدخائر، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة. إلى هنا مشاهدين أنهينا معكم فقرة أخبار هذا الأسبوع، والآن عودة إلى الزميل أحمد لنكمل معكم باقي فقرات نشام الوطن. شكرا خلود أفندي. العفو. العديد من الفقرات العسكرية المتنوعة نتابعها معكم، ولكن بعد الفاصل كونوا معنا. حملت سنة 2023 أدواراً وإنجازات كبيرة للقوات المسلحة الأردنية. نعم، وحقق جيشنا العربي خلال هذا العام قفزات نوعية في عدة مجالات تسهم في تطوير المنظومة الدفاعية والأمنية وتمتين قوتها. متابعينا نستعرض وإياكم في هذا التقرير أبرز المنجزات وعلى مختلف الأصعدة في بانوراما القوات المسلحة، لنتابع. على حدود هذا الوطن رجال يحرسون الأردن الغالي بعزيمة لا تليق وقلوب عامرة بالحب والوفاء لهذه الأرض وأهلها. هم أصحاب الرايات العالية والجباه المرفوعة دائما، نشامى الجيش العربي والأجهزة الأمنية. هاشم واحد إلى جميع المحطات نشامى حرس الحدود، الله يعطيكم العافية إخواني جميعا.
القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، رمز الاستقلال والاستقرار الداخلي والركن الآمن للشعب الأردني الحبيب. مؤسستنا العريقة تعتبر من أكبر مؤسسات الوطن، وهي الأقدر على التكيف مع مجمل المتغيرات والظروف، والأحكم في مواجهة كافة التحديات والإمساك بزمام الأمور بأعدل الطرق. من تاريخ الجيش العربي المشرف إلى حاضره المشرق، يتسارع الزمن في تطور وتطوير كل جزء فيه، ليترجم بحنكة ضباطه وأفراده رؤية القائد الأعلى وتوجيهاته للارتقاء بمستوى الأداء والوصول بالاستراتيجيات العملياتية والتدريبية واللوجستية إلى ذروة الجاهزية. تسعى القوات المسلحة وبشكل دائم إلى بناء وتطوير منظومتها العسكرية، وخلال السنوات الأخيرة تضاعف العمل على هذا الصعيد ليلبي باستعداد رجاله كافة المتطلبات العملياتية، ويواكب بنظرتهم الشاملة جميع المتغيرات الطارئة على الساحة المحلية والإقليمية. مرتكزاتنا عملياتية عمدت قيادتنا على تمكينها من خلال مراجعة الخطط التعبوية والأمنية وتطويرها بالشكل الذي ينسجم مع عقيدتنا العسكرية، مع مراعاة تناسبها مع تطورات مسرح العمليات والتهديدات الحالية والمستقبلية المتوقعة. فكانت أول الخطوات إعادة حل وارتباط وتشكيل بعض الوحدات العسكرية وتطويرها بما يتناسب مع المهام والواجبات العملياتية، مؤكدة بذلك قدرة منتسبيها وقابليتهم على التكيف والعمل في بيئة استراتيجية تتماشى مع التطور التكنولوجي والذي يخدم آلية التقدم في مجال التسليح والجاهزية القتالية. ومن هنا تمكن الجيش العربي من رفع مستويات منتسبيه وتعزيز قدراتهم في مختلف المجالات، ومنها قابلية الحركة واستخدام منظومة القيادة والسيطرة والاتصالات، بالإضافة إلى المشاركة في المعارض والمؤتمرات والمسابقات السيبرانية للتسلح بمعارف الأمن السيبراني وتطوير الأداء التقني، تحقيقاً لأهداف القوات المسلحة في تطبيق قواعد الردع بطريقة عسكرية حديثة. استراتيجيات متطورة بنظرة مستقبلية عميقة تعمل على صقل الشخصية العسكرية والتسليح الفكري لرفع مستويات منتسبي القوات المسلحة إلى أعلى درجات الكفاءة، منتهجة مبدأ معادلة قدرات الفرد الواحد لمهارات وقدرة المجموعة. مناهج عسكرية مكثفة وخطط تدريبية دورية يخضع لها المنتسبون منذ بداية الخدمة وحتى نهايتها لشحذ المهارات النظرية والعملية وعلى كافة الأصعدة، ويتم تحقيق هذه الرؤية الاستراتيجية من خلال الكليات والمعاهد العسكرية ومراكز التدريب التابعة لصنوف الجيش وتشكيلاته، والتي من خلالها يتم تدريب المنتسبين كلا بحسب اختصاصه وطبيعة واجباته لضمان تزويد الضباط وضباط الصف والأفراد بالمعارف اللازمة وتعزيز الاحترافية والمهنية على المستوى الفردي والجماعي، مع الحرص على التبادل الثقافي والتزود بالخبرات من مختلف الدول الشقيقة والصديقة لتشكل هذه المعارف قيمة مضافة في القاموس العسكري للجندي الأردني. فبعد قيام القوات المسلحة بعمل مراجعة معمقة وتقييم شامل لواقع التدريب بمختلف أبعاده ولكافة الصنوف، انبثق عنه استراتيجية تدريبية يتم توظيفها في صقل المهارات الميدانية بما يحاكي متطلبات الحرب الحديثة وبيئة عمليات المستقبل والتقدم العلمي. تضمنت أساليب التدريب الحديثة
مراجعات تدريبية تواكب التدريب اللوجستي والتدريب العملياتي المتميز. وعلى إثر هذه السياسة الإدارية تم تشكيل معهد الإدارة والتدريب اللوجستي بدلا من مدرسة التموين والنقل الملكي، وتشكيل مدينة سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان التدريبية، ليتم التركيز على التدريب النوعي ورفع نسبة الوحدات المشمولة بالتدريب الجماعي لتصل إلى نسبة 100%، وزيادة الاعتماد على التدريب التشبيهي وتوظيف البعد التكنولوجي لخدمة العمليات التدريبية، وبما يضمن الأهداف الاستراتيجية التي تسعى القيادة العامة للقوات المسلحة لتحقيقها. وصول مهارات الفرد إلى المستوى المطلوب يرفع القدرة على التعامل مع الأسلحة الجديدة والتكنولوجيا الحربية الحديثة، فالتسلح الفكري هي خطوة تسبق خطوة التسليح العسكري، والتي كان لها في السنوات الأخيرة النصيب الأكبر. ومن أبرز المدخلات على نظام التسليح العسكري هذا العام إدخال طائرة إير تراكتور AT-F802 المتخصصة لمهام إطفاء الحرائق إلى مجموعة سهل صاب الجوية، لرفع قدرات المجموعة في تنفيذ مهام الاستطلاع والاستطلاع المسلح. تجربة عمد سلاح الجو الملكي فيها إلى أن تكون تجربة عملية بتعديل طائرات الإيرتراكتور إلى بلاك فور. تلاها تسلم كلية الملك حسين الجوية الدفعة الأولى من مروحيات بل 505 المستقطبة لدعم عمليات التدريب الأساسية والمتقدمة على التحليق بالطائرات المروحية للطيارين. ولتطوير منظومة التسليح الجوي تم تزويد سلاح الجو الملكي بأحدث أنظمة الاستطلاع والتعاقد لشراء طائرات مقاتلة نوع F-16C بلوك 70 الحديثة على عدة مراحل، كما وتم التعاقد على شراء منظومة راجمات جديدة نوع SR-5 وذخائر متنوعة لراجمات الصواريخ العاملة حالياً، بالإضافة إلى إدخال نظام السيطرة على الرمي إلى سلاح المدفعية الملكي وشراء بنادق قناصين نوع TRG-22A1 مع استبدال ناقلات 113 بآلية الطارق وتحديث أسلحة الهون وكاسحات الثلوج في قيادة لواء الملك حسين بن علي. أما في مجال تسليح الزوارق فقد قامت القوات البحرية والزوارق الملكية بتحديث وشراء عدد من الزوارق والآليات الحديثة كآليات الهامر التي عززت من قدرة كتيبة المشاة البحرية 77 على تنفيذ واجباتها على أكمل وجه. واشتمل تطوير التسليح الحالي في القوات المسلحة على الطائرات المسيرة الاستطلاعية منها والهجومية وتعزيز الأنظمة المضادة لها. وكان للمركز الأردني للتصميم والتطوير جودبي الدور الأبرز في رفض القوات المسلحة بأحدث الآليات والمعدات العسكرية، وكان منها آليات الوحش والجواد مارك فور مع وحدات لواء التدخل السريع والعمليات الخاصة ولواء الملك حسين، بالإضافة إلى العديد من الأجهزة والمعدات العسكرية المتطورة والأنظمة الإلكترونية المضاهية للمستقبل. والتأهيل على هذه المعدات الحديثة على أرض الواقع واختبارها للتأكد من فعاليتها ومقدرة الجند على التعامل معها، تنتهج القوات المسلحة سياسة التدريب التكاملية بين وحداتها بهدف الوصول إلى أعلى درجات الجاهزية والاحترافية العملياتية والإدارية من خلال بناء تمارين تحاكي واقع الخطط العملياتية الحقيقية
بدءا من عملية التخطيط السليم وتسلسل خطوات صنع القرار العسكري ومن ثم التنفيذ، ويتم تطبيق ذلك من خلال تدريب هيئة الركن وبمختلف المستويات القيادية على تسلسل الأوامر القيادية وتدريب المشبهات وصولا إلى التمارين بالقطاعات وأسلحة المناورة إلى ميادين التدريب المخصصة لتطبيق التمارين التعبوية بمشاركة وحدات مختلفة بهدف توحيد الجهود والمفاهيم بين عناصر المناورة والنيران والإسناد الإداري لتعزيز العمليات المشتركة ورفع جاهزية نشام القوات المسلحة ومهاراتهم الميدانية لضمان المواءمة القتالية بين الوحدات والتشكيلات من مختلف الصنوف القتالية. وتستمر القوات المسلحة الأردنية ببناء وإدامة علاقات التعاون العسكري مع العديد من الدول الشقيقة والصديقة بما يخدم المصلحة الوطنية، مع الحرص على زيادة التعاون مع الدول المحيطة والمحاذية للبحر الأحمر في مجال التدريب وتبادل المعلومات لمواجهة التحديات الأمنية والتهديدات الإرهابية ضمن خطط حشد القوى والارتكاز على النوعية والاحترافية لتنعكس إيجاباً على سمعة القوات المسلحة الأردنية. تمتين منظومة الوطن الدفاعية وتمكين أطرافها من أداء واجبهم الأول في حماية أرض الوطن وتسييج حدوده بالمهج والأرواح يصل بنا إلى الأمن والاستقرار. ومن الجدير بالذكر جهود قوات حرس الحدود على مختلف الواجهات الحدودية وما قدمته من منجزات خلال العام، فكانت بحق درع الوطن الحامي والمتين القائمة على حراسة الثخور ليلا نهارا لننعم نحن بأمن الديار. وحتى يتمكن هذا الدرع من القيام بواجباته مع ضمان عدم حدوث أي نوع من أنواع الاختراق، تعمد منظومة حرس الحدود إلى تطوير استراتيجياتها وتعزيز قواها من خلال التزود بكافة أشكال التكنولوجيا الحديثة الداعمة لأنظمة السيطرة والمراقبة الحدودية وتعزيزها بتقنيات قادرة على كشف المواقع الحدودية ورصد التحركات عليها لردع جميع محاولات التسلل والتهريب. نمر واحد لنمر اثنين، كيف تسمعني؟ أجب. نمر اثنين لنمر واحد، جيد أرحب. يتوقع تواجد العدو على مسافة قريبة أمامنا. جيد، مراقب ومتابع من قبلنا. جيد استلم. وقف روح الأدوانية أثناء الاشتباك. جيد سيدي، معنويات جيشنا عالية، كلنا فداء الوطن. جيد استلم. أما من الناحية التنموية فقد أولت القوات المسلحة منتسبيها جل اهتمامها لتوفر لهم كافة السبل المعيشية بأنسب الطرق وأيسرها. اشتملت منجزات 2023 افتتاح مدينة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان السكنية وإسكان الأميرة سلمى العسكري بمحافظة الزرقاء كجزء من مشاريع مديرية الإسكان والأشغال العسكرية.
وحرصا من القيادة على بناء مجتمع واعي متعلم، افتتحت مديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية وتحت رعاية عطوفة رئيس هيئة الأركان المشتركة المباني الجديدة لمدرسة الحسين الثانوية للبنين في لواء الكويرة بمحافظة العقبة، ومدرسة باب الواد الأساسية للبنين في طبربور، وبهدف تحقيق الأمن الغذائي والوصول إلى أكبر شريحة بالمجتمع الأردني. تم افتتاح الأسواق الجديدة في مجمع طارق التجاري التابع للمؤسسة الاستهلاكية العسكرية في منطقة طبربور. أما على الصعيد الطبي، فقد نظمت الخدمات الطبية الملكية المؤتمر العاشر لها بهدف تعزيز المعارف في التخصصات الطبية واستقطاب الخبرات العالمية وتبادلها من خلال الأيام والأوراق العلمية وورش العمليات التطبيقية، لتقدم الخدمات الطبية الملكية باحتراف طواقمها ومهارة أطبائها أفضل الخدمات العلاجية وبأعلى المعايير. ونظراً لإدراك القيادات لقدرة المرأة على الابتكار، نظمت كلية الأميرة منى فعاليات اليوم العلمي الخامس للتمريض تحت عنوان الابتكار في التمريض، خارطة الطريق لقائدة المستقبل. ومع التفات العالم لأهمية الجندرة، سعت القوات المسلحة إلى إدماج المرأة وتفعيل مشاركتها في الميدان، فعمدت إلى عقد 6 أسابيع تدريبية متقدمة تختص بالقسم النسائي الخاص بالتعاون مع الجانب الكندي، وهدفت الدورة إلى رفع المهارات الميدانية واللياقة النسوية مع التدرب على الرمايات الميدانية المفتوحة والإسعافات الأولية واقتحام الغرف والبحث والتفتيش. وبعد إثبات العنصر النسوي لمهاراتهن في الميدان، عمدت قيادة لواء الملك حسين بن علي إلى نقل 11 مجندة لإضافة العنصر النسوي ومهاراتهن لوحدات اللواء. لم تقتصر مهام الجيش العربي يوما على حدود الوطن، بل تفرعت الشهامة لتصل إلى أقطار العالم. القوات المسلحة الأردنية بشعارها الحامل لمشروع قومية الدولة الأردنية ورسالتها المؤثرة الإنسانية عالميا. فقد لبى الرجال نداء الدول المستغيثة، فكان لهم بصمة الأمل في ليبيا وتركيا والمغرب. أما عن دور الأردن المحوري في تبني القضية الفلسطينية، فقد أوعز جلالة القائد الأعلى إلى الجهات المعنية في القوات المسلحة لتلبية نداء الواجب الإنساني مع الأشقاء الغزيين إثر تعرضهم للعدوان الغاشم، فسرعت الخدمات الطبية الملكية إلى إرسال المساعدات الطبية بالتعاون مع سلاح الجو الملكي والهيئة الخيرية الهاشمية، وهرعت لإنشاء مستشفيين ميدانيين مجهزين بالكامل لتقديم خدمات الطب والاستشفاء دعما لصمود أهلنا في غزة. لم تتوقف التوجيهات الملكية والخدمات الإنسانية عند هذا الحد، بل استكملت أعمالها بإخلاء عدد من الحالات الطارئة إلى مدينة الحسين الطبية، فكان لهم بين أهلهم وفي بلدهم الثاني إنعاش نبض الحياة والأمل في العودة. القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي بعقيدته الهاشمية الراسخة ومحاكاته لأدوات العصر ومتغيراته،
سيبقى ما حيينا حلم الطفولة وشغف الشباب المنتمي لتراب الأردن وقيادته الحكيمة. هذا البلد له شأن ومكانة بين الدول، وهذا الشعب المعطاء لا يعرف الفشل، لأن تاريخه محطات من التحدي والإنجاز. وطننا هذا عظيم بكل واحد فيكم، سيبقى وطننا صامدا تحميه زنود النشامة من أبناء القوات المسلحة الأردنية. الجيش العربي والأجهزة الأمنية الذين قدموا تضحيات جيلاً بعد جيل، ستبقى بوصلتنا فلسطين وتاجها القدس الشريف، ولن نحيد عن الدفاع عن مصالحها وقضيتها العادلة، ليحصل الشعب الفلسطيني على دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. تطوير وتحديث مستمر وتعزيز لقدرات سلاح الجو الملكي، تحرص القوات المسلحة الجيش العربي دائما على توفير أحدث الأنظمة وأفضل عمليات التطوير والتحديث والتدريب. نعم، طائرات 505 والتي تحتوي على باقة إلكترونيات طيران مدمجة تنضم إلى أسطول طائرات سلاح الجو الملكي في كلية الملك حسين الجوية. نتعرف أكثر عن ميزات الطائرة في هذا التقرير، نتابع. طائرة الهليكوبتر بيل 505 هي التي أثبتت جدارتها وفعاليتها بجميع أنحاء العالم في المجالات التجارية والعسكرية كطائرة تدريب، نظراً لاحتوائها على جميع التكنولوجيا المتميزة. مشاهدينا، نحن الآن في كلية الملك الحسين الجوية لنشاهد بمعيتكم تفاصيل هذه الطائرة وكفاءتها. كونوا معنا. طائرة بيل 505 هي طائرة عمودية ذات المحرك الواحد، والتي تم تطويرها وتصنيعها بواسطة شركة بيل هليكوبتر، وتم إدخالها بالخدمة في سلاح الجو الملكي بشهر تشرين الثاني من عام 2023. تعد هذه الطائرة من أكثر المروحيات استخداما في مختلف أكاديميات التدريب المتقدم، واليوم هناك أكثر من 600 طائرة قيد التشغيل في العالم. تأسست كلية الملك الحسين الجوية عام 1954، تم تحويلها إلى كلية طيران في عام 1974، ومنذ ذلك الوقت نقوم بتدريب تلاميذ مرشحي الطيران ليصبحوا ضباطا طيارين مؤهلين علميا وأكاديميا في سلاح الجو الملكي الأردني. وقمنا بشراء طائرة البيل 505 في هذا العام ولله الحمد 2023. دخلت طائرة البيل 505 إلى الخدمة في سلاح الجو الملكي، وهي طائرة عمودية أمريكية كندية الصنع ذات محرك واحد، والتي تم تطويرها وتصنيعها بواسطة شركة بيل هليكوبتر، وتم إدخالها بالخدمة في سلاح الجو الملكي بشهر تشرين الثاني 2023.
تحتوي هذه الطائرة على نظام أمان مسمى بترافيك أدفايزري سيستم، والتي تمكن الطيار من تحديد مواقع وارتفاعات الطائرات الأخرى المتواجدة في منطقة التدريب. إن المسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتق هذه الكلية جعلتها تسير بخطى حثيثة، ونحن مستمرون في هذا الاتجاه لدفع العملية التدريبية إلى الأمام لمواكبة التقدم التقني في جميع مجالات الطيران ضمن الإمكانيات المتاحة. تتوفر في هذه الطائرة تكنولوجيا متميزة، بما في ذلك نظام التحكم الرقمي الكامل في المحرك وقمرة القيادة الزجاجية، التي توفر العديد من الفوائد للطيارين الجدد أو ذوي الخبرة البسيطة. ويعمل هذا الجهاز على تقليل عبء العمل على الطيار وزيادة الوعي في مراحل التدريب الأولية، والتي تمكن الطيار العسكري المتدرب على هذه الطائرة الانتقال إلى الطائرات العسكرية الأكبر حجما بسرعة ومعرفة أكبر، بما يقلل وقت التكيف، وهي أحد الاعتبارات الرئيسية للجيوش عند اختيار طائرة تدريب جديدة. وتستمر قيادة سلاح الجو الملكي في عمليات التطوير والتحديث ومواكبة التكنولوجيا المتطورة وتوظيفها بما يخدم البيئة العملياتية واللوجستية ويحقق الأهداف الاستراتيجية لقواتنا المسلحة الباسلة. رقيب أول على عبادات، إلى استديو نشام الوطن. تبقى الذاكرة ترسم ملامح البطولة وتنطق بصوت الشجاعة الذي ما غاب يوما عن نشام الجيش العربي المخلصين. ذكريات عريقة تمجد التاريخ وتكتبه بأحرف من نور. والآن متابعينا مع فقرة من ذاكرة الجيش، لنستذكر معكم الليلة مواقف قيمة من الذاكرة. نتابع. إلى من عانقت أرواحهم ميادين القتال، وأخلصتم بواجبكم بكل بسالة وإتقان، تستحقون أن تخلد أسماءكم في صفحات البطولة. يا من ضحيت ورويت الأرض بدمائك، ما زلت حي في وجداننا. والآن ننتقل وإياكم مشاهدينا مع فقرة شهداؤنا وسيرة الشهيد البطل محمد الغوانمة.
خدمة في القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي في 7 من آب من عام 1952. سلام للشهداء وسلام لجنودنا في الوطن وخارجه، فأنتم سياج الوطن والمدافع الأول عن كرامته وكرامة الإنسانية. إن من أفضل الطاعات التي يدفع الله بها عن المسلمين الشرور الكثيرة وتتحقق بها المصالح العظيمة الرباط في سبيل الله تعالى. نعم أحمد، ومن مات مرابطا في سبيل الله يشهد له صبره وجهاده على صدقه ويقينه وإيمانه. وفي فقرة الكلم الطيب يحدثنا فضيلة الإمام الملازم سيف الدين المحسن أكثر عن فضل الرباط في سبيل الله، لنتابع. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا سيد الخلق والمرسلين المبعوث رحمة للعالمين سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحابته الغر الميامين. إخواني، إن الأمن والأمان نعمة من الله تبارك وتعالى، وهي فطرة إنسانية يتطلبها كل حي على هذه الأرض. فبالأمن والأمان يعبد الناس ربهم في طمأنينة، ويغدو الناس إلى مضاجعهم ومعاهدهم في سكينة. وكما توضع الأقفال إخواني على الأبواب خشية اللصوص، وتبنى السدود خشية الطوفان، فإن على حدود هذه البلاد رجال يحرسونها بإذن الله تبارك وتعالى، رجال يسهرون لينام الناس وينصبون ليرتاح الآخرين. في ميزانهم الصالح إيمان كل مؤمن وإسلام كل مسلم وعبادة كل عابد وكسب كل تاجر، إنهم المرابطين على الثغور والحارسين للحدود والحافظين للأمن والأمان. فما هو الرباط ومن هو المرابط إخواني؟ الرباط في سبيل الله إخواني وهو الإقامة على الحدود التي يخشى على أهلها من العدو، والمرابط وهو المقيم على هذه الحدود والمعد نفسه للجهاد في سبيل الله دفاعا عن نفسه وعن أرضه وعن وطنه وعن عرضه، وهو أمر واجب أمرنا الله سبحانه وتعالى به، فقال في كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. واعلموا إخواني أن شيخ الإسلام قد نقل إلينا إجماع العلماء على أن الرباط والمرابطة في سبيل الله خير من مجاورة في المسجد الحرام والمسجد الأقصى والمسجد النبوي، فكيف بمن رابط لحماية هذه المقدسات الإسلامية؟ عن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، وموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما فيها. صدق رسول الله. إخواني، لابد أن ننوه أن اختطاف المارقين للمصطلحات الشرعية كالجهاد والرباط لا يلغيها ولا يسوغ ترك الحق لمنازعة المبطلين له. نعم، إن من يحمي
حدود وثغور المسلمين ويقفوا عليها ويحرسونها ويؤمنوها هم المرابطون في سبيل الله. ومن واسع فضل الله تبارك وتعالى إخواني أن كل من يقف على ثغر من ثغور المسلمين مرابط في سبيل الله وله أجر. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. أما العين التي بكت من خشية الله إخواني هي عين العلماء، لأنهم أشد خشية لله. قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. والعين التي باتت تحرس في سبيل الله إخواني هي عين المرابطين على الثغور. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله عز وجل للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. نعم إخواني، هذا هو الرباط، وهذا هو فضل الرباط حتى ولو لم يحصل قتال. فإن ابتلي المؤمن إخواني بلقاء العدو فليعلم أنه في جهاد في سبيل الله، وليعلم أنه في موقف يغبط عليه، وليعلم أنه مبتلى. قال الله عز وجل بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. صدق الله العظيم. فيا أيها المرابطون في سبيل الله على الثغور، إنكم والله مغبوطون على ما أنتم فيه من عظيم العمل وجزيل الثواب، فهنيئا لكم الأجر والثواب. وأنتم إخواني المشاهدين اعلموا أن المرابطين لهم عليكم حق كبير، فهم يضحون بأنفسهم، فهم يعرضون أنفسهم للموت وللخطر وللتعب وللنصب. فنجد أحدهم إخواني يترك أولاده وزوجاته الأيام الطوال من أجل أن تعيشوا حياة طيبة آمنة مستقرة مطمئنة. فلا نبخل عليهم إخواني بالدعاء سرا وجهرا. ولا ننسى إخواني إخواننا المرابطين في غزة بأن ندعو الله تبارك وتعالى لهم بأن يثبت أقدامهم، وأن يتقبل شهداءهم، وأن يشافي جرحاهم ويداوي مرضاهم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، والحمد لله رب العالمين. هم الصقور على الجبال مقامهم، وهم البواشق للعدا تتأهب. نعم، أعوام مضت وكنتم رمز الشهامة، جنود أوفياء، وأعوام تأتي وأنتم سائرين على العهد بكل فخر وكبرياء. مشاهدين، في نهاية عام 2023 إننا على العهد والوعد باقون، وكما وصفنا جلالة القائد الأعلى: الأصدق قولا والأخلص عملا. فكل عام والوطن وقائد الوطن وقواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية بألف خير. إلى هنا متابعينا الكرام، ننهي معكم فقرات برنامج نشام الوطن، إلى أن يتجدد اللقاء بكم إن شاء الله الأسبوع المقبل. حتى ذلك الحين دمتم بخير، إلى اللقاء.